السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جوزة الطيب، وجوزة الطيب طبعا يستعملها الناس، يعني نحن في المغرب تسمى الجوزة، في المغرب نسميها الجوزة، فجوزة الطيب هذه او الجوزة نسميها في المغرب الجوزة، هذه نستعملها نحن الان في شهر رمضان اكثر، تستعمل في بعض اثناء وجبات الحفلات والاعراس الى اخره، كذلك يعني الناس يستعملوها، لكن في يعني المعيشه العاديه في العدم المغاربه لا تستعمل كثيرا هذه جوزة الطيب. جوزة الطيب اللي سمع ان الناس انها ربما تخدر او ربما الناس ينامون او ربما يعني الشخص يحس بارتخاء، نعم صحيح. لماذا؟ لان مكون الميريستيسين هي فيها يعني هذه جزيئة اسمها الميريستيسين، وهي الجزيئة القوية، هي يعني المادة الكيماوية القوية الموجودة في يعني في هذه في جوزة الطيب. والميريستيسين طبعا هي تساعد على النوم، هي عندها فاعلية ضد الأنسومنيا، ضد يعني عدم النوم والأرق على الخصوص، هي تساعد كذلك على الراحة يعني على و يعني مع التوابل. طبعا لما تكلمنا عن التوابل تكلمنا عن الجزيئات القوية التي نتناول الشيء بشيء بسيط يعني بقدر ضئيل لكنه قوي، نتناوله بقدر بسيط لكنه قوي، فيه جزيئات قوية، ولا داعي يأخذ الناس يعني 5 حبات يعني من جوزة الطيب ولا 10 حبات ولا لا داعي، لأن حبة أو نصف حبة تكفي مع الطبيخ أو مع الى حدود حبه او حبتين في الطبيخ او مع شيء، ليس هناك مشكل بالنسبه يعني التاثير على الجهاز العصبي، يعني هي لا ترقى الى التخدير، رغم ان يعني الميريستيسين عندها تقريبا واحد موازات مع الانفيتامين، وهذا يعني هذا المخدر هذا يعني هذا الميريستيسين هو طبيعي يوجد في الجوزة، وهناك مواد يعني عندها فاعلية كبيرة ولكن لا ترقى إلى التخدير، وليس هناك يعني أي مشكل من ناحية من هذه الناحية ولا حتى من السمومية، ليس لها سمومية. لماذا؟ لأن كي يكون هناك تأثير كبير يعني يظهر يعني على الجسم يجب أن يستهلك الشخص 5 غرامات من الميريستيسين، وهذا ليس يعني لا يمكن، وإلا يعني يجب أن يأكل الناس حفنة كبيرة من جوزة الهند، وهذا غير وارد. ثم أنها لا تستهلك مباشرة، تستهلك مع الأخذ يعني مع الوجبة يعني مع الطبيخ أو مع الحلويات أو مع الأشياء التي يعني تحضرها النساء يعني في المناسبات مثلا أو أي شيء هذا، فهي منكهة وكذلك تعطي لخاصية الأغذية، تعطي خاصية كبيرة للأغذية لأنها تساعد على الراحة وتساعد كذلك الجهاز الهضمي في عدم الهضم أو أشياء هكذا التي تقع على الجهاز الهضمي. طبعا هذه التوابل تكلمنا عن مشكل الكوليسترول أن كلها مخفضة للكوليسترول وكلها تنفع في أمراض القلب والشرايين. لماذا؟ لأن فيها فيتوستروجينات وفيها فيتوستيرولات، جميع الأشياء اللي فيها الفيتوستيرول والفيتوستروجين هي أشياء نافعة لأمراض القلب والشرايين، وهي أشياء تخفض الكوليسترول في الجسم. يجب أن يعني يحفظ الناس هذه الأشياء، لا يبقوا هكذا يعني تائهين بين الأعشاب وبين هذه الأشياء هذه، يجب أن يضبطوا هذه المسائل. فهي نحن نبسط حديثنا يعني نبسط للناس كي يفهموا، نتكلم يعني بلغة ونتمنى عليه نتمنى أن تكون يعني هذه اللغة العربية يعني مفهومة في كل الدول ولكل ناطقين باللغة العربية إن شاء الله، نتمنى أن هناك عربية واحدة وليس 50 لغة عربية. فهذا يعني هذه الأشياء مع الأسف يعني لما تقدم العلم بقيت هذه الأشياء بدون تسميات يعني حديثة، يعني لم توحد، ليس لدينا قاموس موحد في هذه الأشياء، هذا يعني هذا أشياء ينقص. دائما نحتكم إلى التسمية العلمية باللاتينية، نحتكم إلى التسمية العلمية اللي فيها النوع والصنف، يعني تذكر النوع والصنف طبعا العائلة، ثم يعني التسلسل في تصنيف النباتات أو تصنيف الأشياء يعني في التصنيف العلمي. فلا بأس علي أن نحتكم إلى التسمية العلمية، ليس مشكل، ولكن يجب أن يكون هناك تسمية يعني اللي كنسميها عادية، تسمية عادية يعني الذي فعندنا في المغرب مثلا جل الأعشاب لم يترجمها العلماء في المغرب، لم يترجموا الأعشاب. لماذا؟ لكي لا ينساها الناس، لكي لا تتشابه عليهم، فكان اسمها كان أسامي بالأمازيغية فبقيت هذه الأسامي. لماذا؟ لكي يعرفها الناس، إن إذا ترجموها لا ربما سيضيعون هذه، وهذا شيء ذكي وهذا شيء جيد،
الجل الأعشاب في المغرب هي تسمى يعني الآن عندها تسميات محلية، تسميات محلية كلها أمازيغية، يعني تيميجات، تيسكرات، رنطا، هذه يعني هذه تسرغين، تغشت، هذه كلها أشياء أمازيغية، حتى يعني أزويي، هذه الأشياء هذه كلها معروفة، أداد، هذه كلها تسميات. يعني لماذا؟ لأن العلماء راعوا التسميات لكي لا يختلط الأمر على الناس، وإلا يعني سيأخذوا أعشاب سامة أو شيء هكذا. ويعني أنا هذا شيء ذكي جدا وشيء جميل، ولكن يجب أن يكون لدينا قاموس موحد بالعربي، ويجب أن ننطق الاسم كما هو في جميع الدول لكي نوحد. حان الوقت لكي نوحد هذه الأشياء. مع الأسف لا زالت هناك تسميات في المغرب العربي، هناك تسميات في دول الخليج، هناك تسميات في دول أخرى، فيجب أن نجمع هذه الأشياء هذه، ولما لا. فهذه جوزة الهند، هذه جوزة الطيب، أو عفوا جوزة الطيب، هذه يعني لينواد ميسكاد ناتميغ، هذه هي جيدة، يعني من التوابل القوية، من التوابل القوية الجيدة اللي دخلت في الطبيخ. ليس هناك مشكل، لا يخشى الناس يعني من سموميتها، هي ليست سامة، عندها سايكوتيك، يعني سايكوتيك افكت، بسيكوتي يعني في بسيكوتيك، عندها معروفة لأن الميريستيسين معروفة، يعني كيماوي معروف بالخصائص ديالها. هذه جوزة الطيب تحفز، عندها فاعلية، يعني عندها ستيميليشن، عندها انتي كولينرجيك، انتي كولينرجيك ستيميليشن افكت، هذه معروف عليها هذه جوزة الطيب. وعندها الجلوتاتيون اس ترانسفيراز، والجلوتاتيون اس ترانسفيراز اللي تنشطت في الجسم طبعا تطرح السموم، يعني لا 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 تصل الجذور الحرة الى تخريب بعض الاعضاء او بعض الخلايا. وهي يعني كما قلت هذه التوابل يجب ان تكون، ولكن لا داعي الناس يسمعوا حاجة ويبحثوا عليها ويسولوا عليها ويشتروها بثمن غالي لأن فيها منافع. على شيء كل الأشياء التي خلق الله فيها منافع، كل الأشياء فيها منافع، وليس هناك شيء أحسن من شيء في الطبيعة. يجب أن يكون هناك تكامل، هناك جزيئات توجد في النبات، وهذه الجزيئات كل نبات عنده كيماويات خاصة به، كل نبات عنده كيماويات خاصة به. لماذا؟ ليجعلنا الله سبحانه وتعالى ننوع لكي نأكل 5 و6 و10 أشياء لكي نستفيد من الطبيعة، كي نجمع كل هذه المكونات الكيماوية كي لا يصاب الجسم يعني بأمراض. أما أن يستعمل الناس هذه الأشياء في العلاج في الوقت الحاضر وهم على ما هم عليه في أنظمتهم الغذائية من سموم ومن مضافات غذائية ومن أشياء، هذا طبخ سريع، جانك فود، مشروبات غازية، زيوت مهدرجة إلى آخره، ثم يتعالج بهذه الأشياء، فهذه الأشياء يجب أن ينساها الناس. It has to stop. لماذا؟ كان أعشاب هذه الأشياء كانت يعني تنفع وتعالج في وقت ما لما كان النظام الغذائي نظيف. أما الآن الناس يتناولون سموم ثم لما يصاب بمرض يبدأ يبحث عن أعشاب كي يشفى من مرضه، فهذا أمر يجب كما قلت أن ينساه الناس.